97 بادية معاهم الخدمة، ماشي شوف ديكلاراسيون ديالها تلقى خاوي. حنا كنخدموا على والدينا، كنخدموا على العائلة ديالنا، الأسر ديالنا، كنخلصوا الكرا. حنا شنو خلصنا الكرا؟ حنا كناكلوا لقمة العيش مال الشركة. ملي كيهضروا معاه الناس كيبغيو يهضروا معاه ما كيخرجش، هو جالس الإدارة كيشوف في الكاميرا شكون اللي غادير الفوضى وشكون اللي ما غاديرش باش النهار اللي تجي في يدو يعصرك. تهضري على حقك جزول لك الباش ديالك وتصيفط 15 يوم عقوبة. جلسنا كونجي ما كنتخلصوش فيه، هما كيتخلصوا المسؤولين، حنا ما كنتخلصوش. لا هو طالب الميزان ديالو، حنا موافقين عليه بشرط يعمل لنا الشهر ديالنا فيكس. السيد خدامين معاه، كان المعمل في المرسى عنده سنين، شي 30 عام وهذا المعمل فاتح. كان مدير واحد اخر من بعد جا هذا الاخر ميكان، كان كيتاسف للناس كيسمع للناس يعني شنو دارهم، داير الميكرو كيتجاوب معاك، الا بغيتي تطلعي عنده الاداره كتطلعي. هذا ما كيخرجش من الاداره، عامل جو سيكوريتي تما، الا بغيتي تدخلي عنده خاصك ديري رونديفو باش عاد تلاقاي انتي وياه. ملي كتهضر معاك يقول لك من مصلحتكم مصلحه الشركه، ما قلنا والو صافي، ما كيزيدش حتى كتنوض المظاهره بحال هكا لداخل كيزيدك 50 فرانك بزز. قلنا ما كاين باس، هاد العام ما زادش. من بعد هاد اليومين هادي عطا كونجي، انت جالس ما كتخلص ما والو، يعني حنا خدامين على الطاشه، عطا كونجي جلسنا 20 يوم. ملي جلسنا 20 يوم جينا، ملي جينا كنلقاوه قال لك هتوزنوا شحال هادي، كنا كنخدموا عاد كنوزنوها الحم، دابا قال لك توزنيها باقا ما مخدوماش، توزنيها باقا ما مخدوماش، توزنيها بالقشور توزنيها بالقشور، تبوانتي الباتج ديالك الكارطه وتخدميها عاد تمشي توزنيها الحم. ولو وزنتيها الحم وما لقيتش العدد اللي بغيت انا غادي نقطع لك 6 درهم في الكيلو، اللي هو اصلا الكيلو كيدير 17 درهم ونص، فهمت؟ ملي كيهضروا معاه الناس كيبغيو يهضروا معاه ما كيخرجش، هو جالس الاداره كيشوف في الكاميرا شكون اللي غادير الفوضى وشكون اللي ما غاديرش باش النهار اللي تجي في يدو يعصرك. يعني ما واقفش مع الناس ديالو، ما كيهضر مع الناس ديالو، ما كيعرفش الناس ديالو شنو خصهم. لا انت خصك تهضري معاه، خصك شحال وانت تسناي، ولا هو جا لعندك تهضري على حقك جزول لك الباج ديالك وتصيفط 15 يوم عقوبه. جلسنا كونجي ما كنتخلصوش فيه، هما كيتخلصوا المسؤولين، حنا ما كنتخلصوش. حنايا الكيلو ديالنا شحال كنخدموا فيه؟ 17 درهم. شنو هي 17 درهم؟ كيدي هو درهم ديال الضامن الاجتماعي كتبقى لك 16 درهم، شحال كتعملي ذا الوقت؟ ثلاثة ساعات أربعة ساعات وأنت خدامة بديك الكيلو. واش شحال من وحدة هنايا مسكينة، شحال من درويشة هنايا؟ ولكن هاد السيد هذا ما كيتأسفش لهاد الناس هذا، ديكلاراسيون ما كاينش، كيديكلاري هو على قال العقل ديالو سالي زلو ديك 106. طالب 106 الكيلو، عادي ديكلاري بيك. الناس ديال العواول ما كيجيهمش يشرد ولادهم، خصهم تيساليو، كيضطروا هاد الناس هادو يشريو الكيلو ب 20 درهم من عند الناس اخرين. السوماج محسوب عليه. كيشريهم ب 20 درهم من عند الناس اخرين باش يساليو هاد الانتاج ديالهم ديال 106، باش يجيهم الشهر ديالهم، ما شراوش ما كيجيهمش. لا هو طالب الميزان ديالو، حنا موافقين عليه بشرط يعمل لنا الشهر ديالنا فيكس. بغيتو تخدموا خدموا، بغيتوش كيقولنا مشيو بحالكم. يعطيني حسابي نمشي بحالي. وسط الشركه قال لي مشي بحالك، يعطيني حسابي نمشي بحالي، انا ما كنطلبش منه شي حاجه. وحنا 20 يوم كنخدم خصني نتخلص، جريتي عليا خصني حسابي. حنايا محتاجين كريهين، وقفتينا عطينا، ما توقفناش حنايا في العنق العام، عطينا 20 يوم من الكلاس جلسنا شمن حق. حنايا خصنا نخدموا، حنايا خصنا نخدموا، علاش توقفنا؟ توقفني طلع لي نص نهار، خصني نعرف علاش وقفتيني، وانت وقفتينا 20 يوم، فينا هو النص نهار ديالنا؟ رجعنا نخدموا عاود عملتي لنا في نفس الوقت المظاهره، ها هو، ها حنا عملنا المظاهره، حنا شنو غيكون بينا؟ حنا كارهين، حنا كنخدموا على والدينا، كنخدموا على العائله ديالنا، الاسر ديالنا، كنخلصوا الكرا، حنا شنو خلصنا الكرا؟ حنا كناكلوا لقمه العيش مال الشركه. حنا كنطلبوا غير القانون ديال الحق ديالنا، ما كنطلبوش شي حاجه اخرى، وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.